السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، ممكن سؤال؟ تفضل. بخصوص العمرة، أنا بعمل عمرة وكل شيء، بس أنا ما بدي أقص شعري. ما بدك ماذا؟ طيب إيه الحكم في كده؟ ماذا تريد؟ أعد السؤال، لا تريد أن تقص؟ العمرة أنا بسوي عمرة، فمطلوب مني لازم أقص شعري خالص ولا؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالأخ كأنه يسأل، وإن أخطأه اللفظ في توجيه سؤاله، هل يلزم المعتمر بحلق الشعر تماما أم أنه له أن يقصر الشعر، أو هل الأفضل للمعتمر أن يقصر الشعر أو أن يحلق؟ عموما في الحج قال عليه صلوات الله وسلامه: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقد قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فيجوز الحلق والتقصير، وإن كان الحلق في الحج أولى. أما العمرة فقد ثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في عمرته. ثبت أن النبي اعتمر عمرة وقصر فيها، من حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين. ثبت أن النبي اعتمر وقصر شعره، ولا نقول إنها عمرة الحج، لأن النبي كان قارنا ولم يقصر في عمرة الحج. فعلى ذلك يجوز في العمرة المنفردة التقصير والحلق، وكل مسنون، والله أعلم.